بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نعرف اليوم بصنف من أصناف التمور المشهورة في منطقة الرياض والخرج والسدير، وهو صنف السلج. صنف مشهور معروف، ينزل في منتصف الموسم، وقد يعتبر من الأصناف المتأخرة. لونه جميل وطعمه لذيذ، يتميز بصفاء لونه وب شفافيته، وكذلك النواة يكون حجمها صغير كما يظهر. هذه صنف السلج، ومشهور زراعته في منطقة الرياض والخرج والسدير كما أسلفنا. ينزل رطب كما ينزل تمر، هذه تمر نسميه في المدينة مطاريف، ويسمونه في مناطق المملكة مناصيف. جميلة لذيذة ما شاء الله تبارك الله. طويلة ثمرتها مستدقة، لونها أصفر صافي، وكذلك لون الرطب بني يميل للذهبي شفاف. ما شاء الله تبارك الله، من الأصناف المشهورة في المملكة وفي منطقة الرياض. صنف جميل ولذيذ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الفيديو علما ينتفع به. وتم عمل فيديو ضمن السلسلة في تعريف التمور المشهورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علما ينتفع به. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.